مش هتبطلي التهيؤات اللي بتجيلك دي؟ ولا خلاص الخمرة عملت برومة في دماغك؟ أنا عاملة حساب لعضل التربة وسايباك عايشة لغاية النهاردة، لكن يوم ما تعصيني لا هيهمني عضم تربة ولا هيبقى لك وجود على وش الدنيا دي. فعقالي كده وامشي عدل، وإلا هتبص تلاقي نفسك في غمضة عين مرمية في حفرة مليانة تراب، ولا ملفوفة في قميص الكتاف وعلى السرايا عدل. وطبعا انت ست العارفين، وعارفة انا ممكن اعمل فيكي ايه. ادينا اهو واقفالك على رجلي وبمشي اهو، يعني ايدي طايلة واقدر اعمل كل اللي انا عايزاه ولا حدش داري. روحي بقى قولي لهم اللي شفتيه، علشان بدل ما يبقى لسانك تبقى رقبتك. وهقول لك اللي ما قلتوش لحد دلوقتي، الناس كلها اتخلقت لها عينين اتنين، وانا ربنا حباني بتلات عيون. العين التالته هي ابني افندينا اللي لازما يبقى فوق، حتى لو كان التمن ان احبس نفسي في كرسي بعجل علشان يفضل فوق وانا تحت، والسوق كله يعرف ان البيت ده ما فيهوش غير كلمه واحده بس، كلمه افندينا. فعقالي بقى وما تعمليش زي ابوكي علشان ما تروحيش في طيس زيه، وكفايه عليك التهيؤات اللي مطيره النوم من عينك. اديكي شفتي نص الحكايه، لو تحب تعرفي النص التاني احكيهولك. ابوكي خان العيله، خان ابو خميس، وخان اخته، وخان اخوه، وخان رجاله بجد. وفي عرفنا اللي يخون جزاته عيار بتلات ابيض عشان نخلص منه. ارحموني، انا غلطت صحيح وبلغت عنكم غصب عني، ما كانش قصدي، هددوني وانا خفت على نفسي وعلى بنتي وعلى مراتي. الخيانه تمنها موت. ارحمني يا ابو خميس. ما كفكش اوان ولساك عم تعيط زي الحريم. الرحمه يا ضويه، ده انا اخوكي. في شغلتنا الرحمه خيبه تكسر صاحبها وتوصله للي انت فيه، وزي ما قال ابو خميس تمن الخيانه الموت. حرام عليكم، حرام عليكم. عنك يا حبيبي، سيب لنا الشرف ده. لا يا ضويا. يلا يا خميس. عرفت ان انا محوطاكي حتى في منامك؟ لو عايزه تحصل ابوكي ارمشي بس بعينك وقولي اللي شفتيه، وساعتها هتموتي بدل المره الف، بدل المره الف. Mm-hmm.
السر في شوق يهبل مش في ابو سنه. شوق؟ وايه دخل يا حاج شوق بالحوار ده؟ شوق؟ شوق هي ترياء ابو سنه، هي اللي قفشه سره وملوده وراها، وهي اللي مالت مخه وجابته لحد عندنا هنا، وهي اللي هتجيب اجل خميس. بس خميس مش هيديها فرصه. ها؟ وانت ايش عرفك؟ متهيألي يعني انه مش سهل وهي يعني ما ينفعش. اللي يسمعك كده يقول انك تعرفيه كويس. انا؟ وانا اعرفه منين؟ يعني انا بسمعكم بتتكلموا. بنت يا سوريا. ايوه يا معلم. نعم. ها بنت ظبطي الحجر قبل ما يفحم. مالك يا مطر؟ ما تقعدي، مدينانة ولا ايه؟ لا اصل انا تعبانة، هخش انام، دخت من لف طول النهار. تصبحوا على خير. لا. عاوز مني حاجة تانية يا معلم؟ لا خش نام انت كمان. طب بالاذن. مراتك الايام دي رجلها خارت على الخروج. عادي يا حاج، بتنزل تتسوق. انت عارف بقى مخ الحريق. ايوه يبقى اسالها كده وشوف هتقول لك ايه وبتعالى قول لي. ليه يا حاج؟ انت قلقان من حاجه؟ اسالها الاول بس. بتقول ايه يا خميس؟ اللي سمعتيه يما، أنا راسي متلخبطة ودماغي هتتشقلب قصاد عيني. أبو سنة راح للنوح؟ هي حصلت؟ اخص عليك يا أبو سنة، تروح للنوح برجليك. الظاهر كان معاك حق ياما. إحنا مش في مين اللي معاه الحق، إحنا في المصيبة دي اللي لازم تتلم. أنا بادر وراه رجالة في كل حتة، بس زي ما يكون قرص فوار وداب في كوباية مية. مفيش غيرها العقربة مراته، بخت السم في ودنه ورميته في سكة النوح. معلوم. أما سدت السكة في وشها هنا، رمت هلب هناك ودورت بقى شريط ذكرياتها القديم لحد ما وقفت في محطة النوح وقالت نرجع اللي كان ونلم كل بنت الغزية. وهو ما صدق لبد في العظمة. جياله على طبق فتة ابن الجعانة. الخبر ده لو اتسرب هيبقى مطب عفش. حكاية النوح دي لازمها قافلة. والترامادول ده ممكن يشوه الجنين اللي في بطنك ويخليه يتولد مش طبيعي وتعيشي عمرك كله شايفة بلاوية متجسدة في ابنك. أنا وحياة ربنا ما أعرف يا دكتور، دول قالوا لي ده بيسهر وبيخلي الواحد يصلب طوله كده ويقدر يقف على حيله للصبح. وللأسف هو ده الوهم اللي بيصدقوه ناس كتير، وفي الآخر بتكون النتيجة بلاوي سودا محدش يقدر عليها. أنا بحذرك يا رمانة، لو ما بطلتيش داخل الدرشان ده، الله أعلم الجنين اللي جاي ده هيبقى شكله عامل إزاي. أنا عموما ما حبيتش أكبر الموضوع وأعمل لك مشكلة إن حسيت إنك غلبانة ومش فاهمة حاجة، بس أديني بفهمك، لو ما سمعتيش كلامي يبقى قضيتي على اللي في بطنك ومش هشوف النور. حاضر يا دكتور، حاضر. توعديني؟ أوعدك. السلام عليكم. السلامة يا دكتور. ها طمنيني، خلاص هتخرجي؟ الله يخرب بيتك يا بعيدة، الزفت اللي انت كنت بتديهولي ده كان هتضيعني ويضيع اللي في بطني. اسمعي يا بت، بقولك ايه، انا مش عايزة جنس مخلوق على وش الارض يعرف ان العيل ده لسه موجود. حتى افندينا؟ خصوصا افندينا. طب ودي حاجة تستخبى يا اختي، ما مصير المستخبي يبان. ساعتها يبقى ربنا يحلها، انما لحد ما يبان لسانك اللي عايز القطع ده ما ينطقش بكلمه لجنس مخلوق، انت فاهمه؟ امرك. بس انت ناويه تروحي الشغل برضه؟ لا، شغل ايه؟ انا خلاص تابعه ليا ربنا. علاجك ده انت مش بتحمي نفسك بس بيه، انت كمان بتحمي بيه حبيبتك اللي نفسك تتجوزها. مش انت نفسك تتجوزها برضه يا شادي؟ اكيد. ومالك مكسوف كده ليه؟ الحب ما بيكسفش،
الحب بيخليك so strong وعندك energy وpower وبتبقى نفسك تقول للعالم كله ان انت بتحب، مش كده؟ كده يا دكتور، بس انا مش فاهم هما احميها ازاي من الترامادول، هو بيأثر عليها كمان؟ اكيد لما تتجوزه هيبقى نفسك تخلف منها، البيبي ده ممكن والسموم دي كلها بجسمك يا اما يطلع مشوه او لا قدر الله يموت. يموت؟ للدرجه دي الترامادول بيعمل كل ده؟ بس احنا خلاص يا شادي نظفنا جسمنا من كل السموم دي، وانت وعدتني انك استحاله ترجع لها تاني، صح؟ صح. You promised. صباح الخير. اهلا بالقمر. بص بقى انا جبت لك كل الكتب اهو عشان ما يبقالكش حج، هتذاكر وهتستعد مش هيفوتك اي حاجه خالص، وهتطلع من هنا وانت زي الفل. برافو عليك يا مريم، وانا كمان محضره لك مفاجاه جامده جدا. ايه هي؟ رامي ويحيى خفوا جايين هما كمان يسلموا عليك. رامي يحيى شادي رامي شادي يحيى طلع سلامه. عامل ايه يا شباب؟ وحشني. ازيك يا يحيى؟ احنا لازم نرجع نذاكر تاني يا معلم. لازم. يلا يا شادي ما عندناش وقت. يلا بينا. يلا خدت الكتاب ده؟ معايا في البيت. انا اول مره اشوفه. هنذاكر. التلفزيون بوظ دماغ الخلق، كله بتاع كلام، كله كلام وبس. عيش يا ذبابة، واحنا شعب نموت في الكلام. الناس دي لو بتحب البلد بجد يمشي ورا دماغي. ازاي يا معلم؟ اقول لك ازاي. هما مش بيقولوا السياحة مضروبة؟ السياحة مضروبة ليه؟ ليه؟ عشان السايح من دول ورا مزاجه يمشي ورا مزاجه. فاحنا لو جينا عملنا كام مدينة على كام بلد جوه مصر زي شرم الشيخ اسوان البلاد السياحيه دي عملنا فيها الحشيش رسمي، يعني السائح يقف قدام الكشك يشتري سجارته يشتري قرش حشيشه يشتري بفرته. بس جوه المدن دي بس مش سبهلاله، يعني اللي يتمسك بره البلاد دي بحشيش ربنا يتولاه واللي يفلت يبقى حلو. الغرض ان نتفرج بقى على السياحه اللي هتجيلك، سياحه خارجيه عشان يدوقوا حشيشنا وسياحة داخلية عشان عارفينه. اتفرج بقى ساعتها الدولار هيبقى ب 75 ساخ. ده غير الضرايب اللي هتدفع للبلد، حق البلد. الله عليك يا فندينا، إلا بالحق صحيح. هو الخال فين؟ موجود. يعني الكلام اللي بنسمعه دول في الكليتش. كلام إيه يا معلم؟ الكلام اللي عم بيتقال في السوق انكم اختلفتوا. لحد هنا وفرمله يا معلمين. يا زبابة. ايوه يا فندينا. هو مرمي. الله، انت زعلت ولا ايه يا فندينا؟ يحط مناخيره وسط العيله دي يتفرم. الخال يعني يا فندينا، ويا فندينا يعني الخال. والعيله لو واخذه كده منفذه على بعضها. والعزوه صلبه الظهر. وانتوا عارفين مفرقه لحد فين؟ احنا بنطمن يا معلم. كان غرضنا. مفيش غرضنا. الكلام جاب اخره يا معلمين. ايوه يا فندينا، بس احنا لسه ما اتفقناش على المصلحه. مفيش اتفاق. وكل واحد هياخد اللي يترمي له ويشتغل بيه. الكلام معايا على الكيف. ازوز. اؤمر يا فندينا. وصل الرجاله. يظهر الدخان توالهم. اتفضلوا رجاله. نشم هو بره مع الخضره. هات يا ذبابه. يدوم الواجب يا معلم. واجبك واصل يا ابوي. اجلي دورها يا جمعه. هنعيده تاني يا براء. هو ايه ده اللي احنا هنعيده يا مطا؟ شغل السين والجيم والاسئلة الكتير. هو ايه؟ مش ربنا بقى كان تابع علينا ولا ايه؟ هو انا مش جوزك؟ هو انت مش على ذمتي؟ هو انا مش من حقي اعرف كل كبيرة وصغيرة عنك؟ مش بالتحقيق والصوت العالي يا روح مطر. هو انا مطر لما اسالك رايحة فين وجاية منين؟ أبقى انا كده بحقق معاكي؟ وبعدين لسه معليش الصوت؟ يعني كمان لسه هتعلي صوتك؟ يوه، ما انت لو كنت جاوبت من الاول كنا خلصنا. افهم بقى، شك ده يعني ولا غيره؟ يعني ايه؟ يعني لو شك مش هرد عليك. نعم. تقدر تخلي واحد من البغال اللي انت مشغلهم يراقبني في الراحه والجاي ويقولك انا بروح فين وباجي منين. مطر بقولك ايه؟ ما تخلينيش. انما بقى لو كانت غيره هاخدك من ايدك كده وهديك على الدولاب. وايه داخل الدولاب بالكلام اللي احنا بنتكلمه ده؟ متبقاش عصبي بقى وحمالي كده، اصبر شويه.
رأيك؟ ايه هو؟ اصل انا حبيبي فكرت لقيت ان احنا من يوم ما اتجوزنا ما دلعتكش ولا عملت لك اي حاجة تحبها، فكل يوم كنت انزل الف وادور عشان اجيب لك حاجة تبسطك. ايه رأيك بقى يا روحي؟ وانت تعرفي برضه يا مطرة ان براء النوح يلبس اللون ده؟ وانت اللي هتلبسه يا حمار. امسك. يا دي رمانة، احنا مش هنخلص من الحدوتة دي. راجل سعادتك بتاع الاخضر قالب الدنيا عليها ومش عاجباه ولا نمرة، هيموت عليها سعادتك. طب والبنت اللي معاها راحت فين؟ فص ملح وداب ملهاش ولا أثر، وقفلة تليفونها سعادتك. حمل على بوسي. بوسي سعادتك مستحمل أكتر من طاقتها، عاملة زي السد العالي، لو حملنا عليها أكتر من كده هينهار ومش هنلاقي ولا نقطة مية. والراجل سعادتك مليان دولارات خضراء لازم نحافظ عليه. استأذن معاليك بوسي السد أرد؟ لا خلي السكرتيرة ترد. ألو؟ يا بوسي يا روح. ايه؟ طب اهدي بس. الله 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 الله، يخرب بيتك ويخرب بيت اللي يعرفك. انا هتصرف. فيليب، ايه سحنتك اتقلبت ليه؟ سعادتك الحكومه عكشت البت بوسي هي والبنات اللي معاها، تكونش ماشيين في الحرام سعادتك. يخسع الحكومه، هم مش عارفين هي شغاله مع مين. خميس؟ ايه؟ نايم بدري ليه؟ عندك مدرسة الصبح. اتفضل يا فندينا اتفضل، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ مفيش، لقيتك ما بتسألش، قلت أسأل أنا. أصيل أصيل، أصل أنا بس غصب عني متكحرت في حوارات كده يعني. حواراتك كترت قوي يا متر. حوارات إيه؟ القضايا اللي أنت شاغل روحك بيها والحوارات إياها دي. والكلام كله بتاخد منه ملاليم. وسايب شغلنا احنا اللي بملايين. اه انت عارف يعني مصل حاجات كده يعني. ما انت بالك يا متر مش على بعضك ليه؟ ليه مش على بعضي؟ ما انا من بعضك فوق بعض اهو. خمسه في عين اللي يشوفك ولا يصليش على حضره النبي. ما صدقتش روحي لما البنات قالوا لي ان انت هنا. الهلال طلع والرؤيه بانت وافنجينا رجل عشه القديم. بقول لك ايه، المره دي الغيبه طولت قوي يا كبير. ما احنا بقى عايزين نجيب بيت البنات كده وتدلعها افنجينا النهارده. يلا عينيا. لا 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 لا، كله بأوانه يا ام سامي. الرجل الدب مطرح ما المزاج يا حبيبي. طيب الليله دي انا مزنوق في غدران. انت اتغيرت قوي يا فنجينا. بص عليك يا بنت اتغيرت. الله يخرب بيتك، عايز الراجل في شغل. بقول لك ايه، انت يا اخويا تخلي الباب موارب. يمكن تتزنق في مسامية. يتوب علينا ربنا. والنبي عسل. يلا يلا يا ولا سيب الاكره هتتخلع في ايدك. وش يا بنت يلا بربنا القعده. بتقولوا سيب الاكره. ما هو غاوي اكر. لا اصل ما خدش اكره الشهر ده. طبعا هتوس وش بشويه ميه عشان افوق. سمعت حاجه عن اللي حصل من خاله بدران؟ وطبعا انت شربت الكلمتين وبلعت الكام قميص نوم. ايه اللي انت بتقوله ده يا معلم؟ ايه اللي انت بتقوله يا حمار؟ جرايه يا حاج في ايه؟ حد يسمعنا عيب، احنا مش في البيت برضه. ومسال نوم ايه دي يا دي اللي بتخرج لها كل يوم والتاني؟ مراتك متغيره، شوفها مالها؟ جرايه يا حاج في ايه؟ انت هتسيحلي ولا ايه؟ شغلتنا دي لما تحس بحاجه غريبه لازم تعصرها، تحلبها لغايه ما تجيب اللي بطنها. بصراحه يا معلم انا شايف انك مكبر الموضوع حبتين. بصراحة بقى أنا اللي شايف إنك مكبر دماغك حبتين وتلاتة لحد ما هتلبسنا في حيطة. يا واد اتعلم، اتعلم بقى. أنا لو عملت زيك كده كان زمان سوريا دي سلمتنا للحكومة تسليم أهالي. شفت؟
شفت الفال المنيل؟ شفت؟ انما انا لما حسيت منها بحاجه غريبه اتدبقتها لحد ما هرشت وسخت امها، استعملتها لصالحنا. وانت برضه يا حاج هتجيب مطره زي سوريا؟ الاتنين نسوان لدغتهم والقبر. الله يرحمك يا غريب يا ابني. معقول معلم ابو سنه يعمل كده؟ بس هو كمان بيلسن بكلام مش عاجبني. عشان كده سالتني سمعت حاجه ولا لا؟ قلت يمكن وصلك انت كمان حاجه. وحصل منين؟ وانت ناوي عليا يا فندم؟ مش عارف يا بدران، عقلي هيشت. ده الخيل. والست ضوي شايفه ايه؟ المهم انا عارفها كويس، اللي هيدوس لها على خيالها هتفرمه حتى لو كان اخوها. هو مين اللي وصل لك المعلم ابو سنه راح للمعلم نوح؟ من امتى بتسال في اللي بالكش فيها يا متر؟ لا انا بس كنت عايز وبعدين مش يمكن اللي قال لك كذاب؟ لو كان كذاب كنت عرفت. واضح ان الحكايه مكدرك على الاخر. مش حكايه الخيال بس اللي مكدراني. في حاجه تانيه؟ خير. أمانة ليه مالها؟ يا رب تكون بخير يا رب. وشرف يا نجمة، ما حد قال لي. أنا عينيا الاتنين ما سلموش على بعض ولا داقوا طعم النوم من ساعة ما عرفت الخبر اليقين. أقول لك على حاجة يا نجمة، أنا لو أعرف بالخبر ده من بدري أنا كنت جيت حتى قبل ما تخش المستشفى. لا، طالما حلفت بشرفك يبقى صدقك. ألف حمد لله على السلامة، وألف مليون مبروك لنجمة الجيل والقرن. لا 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 لا، اقول لك على حاجه، انت محسوده. لا لا لا، محسوده ولازم تترقي، ولازم يتعمل لك زار، ومش زار مصري كمان، زار يوناني زي اللي اتعمل في فيلم زوربا. انت عرفت منين ان انا هنا؟ ماي هارت، ماي هارت فط قدامي الصبح بدري وسالته سؤال، وير يو جو؟ قال لي اي جو في الرمانه. ازعل ماي هارت؟ اقول لك على حاجه يا نجمه، اللي بيتكلم قصادك ده مش الملط بيضون، ده الهارت بيضون. ما تقصر، انا مش مستحمله، شكلك عايز حاجه، قول وخلص. البنت بيسا قالت لي. قالت لك ايه؟ ايه مالك اتخضيتي كده ليه يا نجمه؟ قالت لي ان انت هتخرجي الصبح بدري. وده يهمك في ايه ان شاء الله؟ ما يهمنيش، ما يهمنيش ازاي يا نجمه؟ انت مش عارفه قيمتك وغلاوتك عند الجماهير العريضه؟ الجماهير العريضه في الوطن العربي بتهتف باسمك وبتهتف حوالين المستشفى وبتقول الشعب يريد رمانه من جديد. ما تطرش الكلمتين وتخلص، جرى ايه؟ انا مش مستحمله، احنا في مستشفى. الزبون سقع ومتشفي وجاهز على الشوي وجاي من بره وحسابه في البنوك بره ملوش سقف، حاجه كده تحس انها هو. حتى وانا في المستشفى وعلى سرير المرض يا ابني. دق يا نجمه، دايما بتنسي. والمصحف الشريف، كلمه زياده لا تلاقي سكينه زي دي خارزه في رقبتك وضاعه من قفاك. ده جزاتي ان انا جاي لك وايديا مش فاضيه؟ لم نفسك ولم حاجتك واتكل يلا. وحياه شرفك اللي ملوش وجود يا مرض، لو شفت خلقتك دي تاني قدامي هقتلك. على العموم انا مستني ردك. ميرسي يا نجمة. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا بدران؟ خميس اللي قلب عظمة لسانه ساعتك. خميس يعمل كده؟ ده اللي حصل معاليك، كان لازم ابلغك. خميس كان فاكر انه هيحط العمروتي باشا في جيبه بجوازته من بنته. ما يعرفش العمروتي باشا ممكن يعمل فيه ايه. اتاري البت زفت رمانه مختفيه. مختفيه ازاي معاليك؟ المالت دخل عليها ملهاش.
تلاقيها في المستشفى عشان قالها تنزل البطنان. وبعدين معاك يا بدران، ما بلاش السيرة دي يا أخي. أنا آسف معاليك، عارف الموضوع يضايق بس خميس بقى هنعمل إيه؟ سيبني لوحدي دلوقتي يا بدران. أمر عليك. سعادتك تؤمر وإحنا ننفذ اللي أنت عايزه سعادتك. اقصى عليك يا خميس، تعمل كده في الباشا اللي لحم كتافنا كلنا من خيره. اقصى. ما تمشي يا بدران. حاضر سعادتك. اقصى عليك يا خميس. اقصى. بسم الله الرحمن الرحيم. منابك يما، منابك كروم هتيجي رغيف، وده بقى منابك انتي، اما ده مناب افندينا. ايه مالك؟ حاسه بألم فظيع في معدتي من الملط اللي انتي لابساه ليل ونهار. لا لا، انا حاسه ان الاكل ده فيه حاجه. الأكل فيه حاجة؟ حاجة ازاي يعني؟ مش عارفة. أنا هقوم. لا اقعدي، وهخلي شرابية تعمل لك حاجة سخنة. لا لا، أنا مش قادرة. طب استنى أجي معاكي. لا أنا كويسة. طيب. صباح الخير يا ست رمون، أساعدك في حاجة؟ خلاص يا حبيبتي أنا خلصت. ألف حمد لله على السلامة، ولو إنك هتقطعي بينا قوي. الله يسلمك يا حبيبتي. خدي تاني، كفاية اللي أنا خدته منك. دي حلاوة الخروج يا بيت. ربنا يخليكي لينا يا رب، عشان أنت حاسة بينا وحاسة بالغلابة. ويخليكي. عايزة حاجة؟ تسلميلي. مع السلامة. أنت على طول كده إيدك مخرومة، لميها شوية. يا ست اللي جاي رايح، واللي رايح جاي. أيوة بس أنت دلوقتي سايبة الشغل. لا لسه فاضل لي ليلة واحدة بس أروحها، وبعد كده محدش هيعرف لي سكة. يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار بيضة، مبروك يا حاجة، ولي العهد على وصول. الكلام ده صحيح يا دكتور؟ طبعا يا حاجة، بس أنا مرضتش أقولك إلا لما أعمل اختبار الحمل وأتأكد. تسلم يا وش السعد، تسلم يا وش الهنا، تسلم يا دكتور. شربية. نعم. بل الشربات، وأول كوباية يشربها الدكتور. مبروك يا حاجة. تسلمي لي يا حاج. مفيش داعي للشربات يا حاج، اهم حاجه من بكره تجيلي عشان نكمل بقيه التحاليل. طلباتك اوامر يا دكتور، بس لازم تشرب الشربات. امرك يا حاج. الحمد لله بيضت وشي يا رب. الحمد لله، ولا اله الا الله، والله اكبر، ولا حول ولا قوه الا بالله. ايوه انا عايز احاسب دي، وعايز شويه كده يعني. قولي نفسي في حرنكه شيخ خميس، نفسي في سيخي خميس، حاجات الوحم دي توحمي براحتك. هتصدقي لو قلت لك ان انا عشت عمري كله مستني اللحظه دي؟ طبعا هصدقك، عشان انا عارف الحكايه دي مهمه قد ايه بالنسبه لك. عايزه راجل من ظهر راجل. ليه بقى؟ وما تنفعش بنت؟ لا 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 لا، بنت ايه؟ لا انا اقصد يعني كل اللي يجيبه ربنا حلو طبعا، انما انا نفسي في واد. وانا كمان نفسي في ولد يكون شبهك. خلاص بعد ما نجيب الواد هاتي دستت بنات شبهك. ليه بقى؟ هو انا ارنبه؟ لا امر 14. حسب يا خميس. معايا يعني ايه شو؟ يعني رجلي على رجلك يا عينيا، يعني مش هتروح في حته غير وانا معاك. دي قعده رجاله شو؟ طب وفيها ايه؟ ما انا هبقى قاعده في حما جوزي سيد الرجاله. يا ابو سنة انا ما برتاحش من النوم، وابنه نابو أزرق مش عايزاهم يحسوا ان انت لوحدك. يعني انت اللي هتحميني؟ فشر، ده انت تحمي مدوريه. بس يعني لو عين واحده كفايه كان ربنا ادانا التانيه ليه، وايد واحده ما بتسقفش. ايوه شو بس شكلي هيبقى شكلك 100 فل وعشرة. وبعدين معرفش ليه يا اخويا انا حاسه كده ان في الليله دي هيبقى ليا موقف جامد. ايوه خلينا بقى نقب على وش الدنيا ونخلص بقى من الرقش اللي احنا فيه ده.
ماشي يلا بينا يا سيد الرجاله، احسن نتاخر على الرجاله. تعالى. ده كلام يتقال برضو؟ اما انت بنت رقصه بصحيح، ما تمرش فيك الحليه وطيبه القلب. امال مضايقها عليا كده قوي ليه يا معلم؟ بحبك يا بنت وبخاف عليك. الله، هو الواحد لما يخاف على جماعته تسموها خلقة ولا حبسة؟ أما أنت استطعت عليكم شوية حاجات. بص يا معلم، أنا طول عمري عايشة خدام، بستحمل شخط دي ونطر ده، ما دقتش طعم الحلو لما جيت بيتك، ودلوقتي بعد ما بقيت مراتك تعاملني المعاملة الوحشة دي، يبقى حرام عليك. لو لسه يعني يا اخويا شايل في قلبك من ناحيتي حاجه قولي، وانا اجيب لك مصحف واحلف لك عليه اني ما بعملش اي حاجه وحشه في حقك والله العظيم. يا بنت يا بنت، وانا يعني محتاج حلفانك علشان اصدقك؟ ده انت بنت عبيطه قوي يا بنت. انا من طلت عينك اجيب اخرك، ولا تكونيش فاكره نفسك ناصحه وتقدري تضحكي على النوح. فشر يا معلم، ينقطع لساني قبل ما اقولها. مش هيلحق يا روح المعلم، مش هيلحق، لان يومها السر الالهي هيطلع ويسلم الامانه لصاحبها. ايوه كده، ابلع ريك قبل ما ينشف، تلاقي روحك في الطل صلت مض. اللي تؤمر بيه يا معلم. يبقى نعمل ايه بقى؟ تبوسي ايدك وشي وظهر وترضي باللي حرمهولي. حاضر يا معلم. لو لي العصاية. زمان يا ست شوق. ما انت عارف بقى يا معلم، الرجل بتلف تلف وترجع مكان ما بتحب. مش تخلينا في الشغل احسن؟ انا شايف كده برضه يا معلم ابو سنه، احنا نخلينا في الشغل احسن، نلخص يعني وننجز ولا يا حاج؟ اه انت قلت يا معلم انك عارف خبايا المصلحه اللي بيحضر لها خميس. حصل. بس ما تاخذنيش في كلمه يعني يا معلم ابو سنه، انت دلوقتي بينك وبين افندينا مشاكل، يعني ممكن جدا الحاجات اللي انت تبقى عارفها تتغير. جايز، ممكن نغير الميعاد، نغير المكان، انما الكلام نفسه مش هيتغير. طب ولازمته بقى معلم ابو سنه كلام من غير لا ميعاد ولا مكان؟ طب انا عندي بقى الحل اللي يجيب الفايده كامله. وايه هو بقى الحل يا معلم؟ انت لازم تتصالح مع خميس. ايه؟ الصالح؟ وتيجي منك انت يا معلم نوح؟ انا اتصالح مع خميس؟ لا، اذا كان ده الكلام اللي عندك يبقى كل واحد فينا من سكه. استنى بس يا معلم. استنى ايه يا شوق؟ ده كلام رجاله مالكيش دعوه انت بيه. بالهداوه بس يا معلم ابو سنه، بالهداوه، اسمع الكلام للاخر. هداوه ايه؟ ما انت سامع ابوك بيقول ايه؟ انت عايز توصل لايه بالظبط يا معلم؟ ومين قال ان المعلم ابو سنه هيروح لحد خميس؟ امال مين اللي هيروح له؟ انا؟ اسم الله عليكي واعيه، طول عمرك واعيه وترقصيها وهي طايره. لا يا معلم نوح، لا انا ولا مراتي معتبين بيت خميس. هو في ايه يا معلم؟ انت بتمتحننا هنا ولا ايه؟ عيب عليك يا ست شوق، معاش ولا كان اللي يقول كده، ده مجيتك ومجيت المعلم ابو سنه على راسنا من فوق ولا ايه يا معلم؟ المعلم النوح قصده خير يا معلم. خير؟ هيجي منين الخير؟ هيجي منين الخير بعد ما نطاطي وندوس على كرامتنا ونروح لخميس بعد اللي حصل؟ معلم، خميس مراته الجديدة حامل. ايه؟ حامل؟ ايوه حامل، حط الباشا في جيبه وطواف عبه. ولو ده حصل يبقى روحنا كلنا بلاش. ايوه، ايه الفايدة من مروحنا برضه؟ الفايدة في الخبر التاني يا معلم ابو سنة. وايه هو الخبر التاني؟ رمانة كمان حامل من خميس. رخرة؟
عشان دي آخر مرة هتشوفني فيها. إيه اللي حصل؟ كشفوكي؟ لا، أنا اللي هكشف روحي عندهم وهقول لهم. تقولي لهم إيه؟ أقول لهم على الاتفاق اللي بيننا. ليه؟ عشان ما شفتش منك غير كلام وبس يا خميس. دار جوزي كل يوم بيلف حوالين رقبتي أكتر من الأول. قلت لي إنك هتخلصني وما خلصتنيش. خلاص هقول لهم بقى وتخلصوا على بعض وأخلص معاكم. اهدي عليا بس، ما تاخدينيش بالحامي كده. اهدي عليا، هوفي بوعدي إنما في وقته. إمتى وقته؟ اصبري عليا بس، اليومين دول حكاية الخلم لخبطاني على الآخر. اسمع يا خميس، آخر الكلام اللي بيني وبينك، لو ما خدتش طار جوزي طاري هيبقى عندك زي ما هو عند النوح بالظبط. سلام.